أنا قمت بتهريب المجموعة اللي قامت بتفجيرات سوسة والنسيم. أنا أتكلم بصوت وصورة ومتحمل مسؤولية. يا أخي بالله درابزين شكون كان يحمي فيهم إذا كان مش الأمن؟ أحكي على هذه المكوز، نحكي على الحبيب عمار وما تاريخ. قلت لك ما تسألنيش منين الوثائق. عن الوثائق العربي نصره جزء من مؤامرة ضد التونس، مش نقول ضد الدولة، يتهم بالخيانة العظمى. أنا أتحداه في مناظرة تلفزية مباشرة، هو العربي نصر والفريق كامل بتاع القناة. تصف نجيب الشابي بزكاكي. زكاكي يقول النص. زيتون بأجودان مفر. مفرقي نعم. الديمقراطي التقدمي بالمخور الديمقراطي التقدمي. المخور الديمقراطي التشرذمي مش حتى التقدمي. تقول الزبرات الموجي اللوز. تقول النص نزار بن حسين. أنا أمارس حريتي. ولا أطلب من أحد أن يصدق ما أقول أو أن يقع ما أنشر. علي السرياتي هو شخص مظلوم. وأكد أن علي السرياتي صديقي. أنا كان عندي ملف ثقيل مع الرئاسة. كرهبتي تفكت، رزقي تفك، عيادتي تسكرت. مش مرتي ولادي معناتها في من في سيدي بوزيد 7 سنين. شو الهم هذا؟ لاني طالب حزب ولا طالب وزاره ولا طالب تنظيم ولا ربني جنرال ولا مارشال. سوي لي وضعيتي نحى لي الكلاب اللي في جرتي كروني بروح. عمري تلقى تعويض وكان ودخل في عمليه مقايضه مع السلطه. بالله شوف شو تحكي لي على المقايضه بتاع صاحب العمري؟ دي صاحب العمري زمون فوار اليوتيوب. كي تحكي لي على المقايضه بتاع نجيب الشابي كيفاش غير الحزب نتاعو؟ انبطح رئيس الدولة وكان المبعوث الخاص نتاعه للشرق، فهمتي؟ ويزيد ياخذ ويسام عام 92 7 نوفمبر، واليوم يجي تصدقني ويقول لك معارض وعنده حزبه رئيس حزبه. خلينا ما نجمعش بي دي بي والخرد الكلها، بيع غير هذيك، فهمتي؟ هذه الاحزاب اللي تولدت مع التجمع، بلا فتك وحيد، هذه حقها تمشي مع التجمع. المقابل شنو هي؟ اسكت، مع سيب الرئيس من يسحب. كله في احدى مقالاتك؟ ايه يا سيادة الرئيس نناشدك على خلا ما كذبت بن علي وناشدك سيادة الرئيس في الافراج معك خاطر يا سيدي نح عليه الضغوطات الامنيه والقضائيه اللي كانت في جرتي. شوف ما تقصهاش باش نقول جرتي الكلام كريمه. انت تتحدث عن قياده النهضه؟ هي قياده النهضه وغيرها كلها كيف تحدث. البارحه وطلعوا في جريده المساء مقال تتهم فيه لطفي زيتون. اي يعني قيادي بحركة النهضة ب قيادي بتاع كمال أنا أتحداه أن يثبت عكس ذلك. وبالله ما تقص يا شيخ قيادة النهضة ما فيهم حتى رجل على بعضهم يمتازون بالجحود وقلة الأحياء ولا انتهازية نخرج من السجن ولا واحد يستريحون يقول ما يقولوا ما فيش حتى ورقة تاع عطار مسخة بالزيت. هذوما ما يعرفوش العلاقات البشرية. يعرفوا أعطيتني قهوة أعطيك 100 مرات بعد ما صرحت مع الرئيس ومرضت وتقصد ساقي جابلك ربي صرحت الرئيس ما رجعليش قصد كراس لان تصالح معها لازم تعترف بالذنب نتاعها وتعتذر هي مش في حالة ما إذا فازت النهضة بالانتخابات بالأغلبية كيف سيكون مستقبل العلاقة بينك أنت الصحب العمري وحركة النهضة؟ لن تكون لي معهم علاقة. أنا أعلنت الحرب عليهم من نهار في خد السجن. إذا هم بادروا بالمصالح سامحكني نحكي على حد اخر هو محمد الغرياني. محمد الغرياني هو الامين العام للحزب تاع التجمع 6 سنين والعامين واجد امين عام. الوحيد يقعد هو مره في قضيه التجمع نرجع القطاعي رجال الاعمال. ما ثماش رجل اعمال في تونس مش مره في عمليه فساد. خالد القبي ما قلتش رانا سمريح يا سيدي راهو كذب من كذب كي الاخرين لكن حط الكل ولا سايب الكل. اتحاد وطن وحر يعمل شيء بيه.